تنجح؟ انا؟ ايه نعم انا اصلا ودي اسولف زين بس لا خلاص. هو قال عندك شخص يعني يدعمك او يذمك او يكسر مجاديف فيه ولا ما فيه؟ ايش الوقت فيه اللي يدعمني؟ من؟ لا 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 نفسك؟ نعم يقول انا عندي. في يوم من بعلمك انا وتمشي عندك. انا في يوم من الايام والله العظيم كنت دائما كل عصر اذا رجعنا من الغنم او رحت انا وامي سوال الغنم او رجعنا كنت دائما اجلس انا وامي عقب ما نخلص الغنم اجلس كذا شاهي وقهوه على التراب الله يكرمكم على التراب يعني بدون خلاص صادق لا على التراب عندك حلال زين ايوه قدام المزرعه كذا ندكي انا وامي سوال كانت امي دائما تلحلي تقول ميدي انا يمك اثق ثقه عمياء انه بيجي يوم انت بتذب الريق يا ما شاء الله اي أيوة والله تقول امي ميدي كذا انا اسولف انا كذا واضحك الكلمه ذي يوم قالتها لي امي اثرت فيني اي بالله دقت في ضلوع قلبي الهرجه المهم رحت بين فتره وفتره وكذا تاجرت في البروستيت اسولف انا امي تقول امي يمك والله ان يجي يوم ان انت تنجح اي تنجح سعود ما كان يكسر بجدي لا المهم من الناس اللي كانوا معارضين على مشاركتي في برنامج واقعي شخص واحد فقط